اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من مؤشر النيل، نستعرض فيها بالارقام وتحليل مؤشرات البورصه المصريه التي تراجعت بشكل جماعي في ختام تعاملات الاحد، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 بنسبه 32% ليصل الى مستوى 6436 نقطه، كما هبط مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه بذات النسبه 32% مسجلا 7513 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 22% ليصل إلى مستوى 534 نقطة، وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 28% ليسجل مستوى 893 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع العقارات قطاعات السوق بنسبة 24.97%، تلاه قطاع الخدمة المالية باستثناء البنوك بنسبة 20.28%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 10.61%، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 6.25%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون اليوم نحو الشراء واستحوذوا على نسبة بلغت 89.56%، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا وحصلوا على 75%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع وحصلوا على 74.70%. اتجه الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على 85.41% من التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع واستحوذت على 14.58%. بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم شروق الحديفة للطباعة والتغليف بنسبة 9.95%، ثم سهم الورق للشرق الأوسط سيمو بنسبة 9.94%، يليه سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 8.51%، ثم سهم مصر للفنادق بنسبة 7.43%. وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 8.3%، ثم سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 4.35%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 3.80%، ثم سهم حق الاكتتاب لشركة بان هيلز للتعمير بنسبة 3.57%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في السوق المصرية نحو 739 مليون جنيه من قيمته، ليصل إلى 414 مليار و100 مليون جنيه بعد تداولات بلغت 370 مليون جنيه. ويسعدنا للتشريف في حلقة اليوم للتحليل والتعقيب على أداء البورصة المصرية الأستاذ وائل النحاس الخبير في أسواق المال. أستاذ وائل، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، وأهلا بسيادتك وأهلا بسيادة المشاهدين. نستأذن حضرتك نطلع لتقرير دلوقتي ونعود لمتابعة وتحليل ما دار في جلسة اليوم للبورصة المصرية. وسط تداولات محدودة، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل لتعاملات الأسبوع. سادت السوق حالة من الترقب لإعلان أي أنباء إيجابية جديدة محفزة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق خسر نحو 739 مليون جنيه، ليصل إلى قرابة 414 مليار جنيه، وبلغت التداولات حوالي 370 مليون جنيه. المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 تراجع بنسبة 32%، وتراجع مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 22%، وامتدت التراجعات الى مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا ليخسر نحو 28%. سماسرة بالبورصة المصرية اكدوا ان السوق يفتقد في الفترة الحالية الى الانباء الايجابية المحفزة،
في الوقت الذي استمر فيه الحراك السياسي الداخلي والخارجي يسيطر على أداء السوق خلال التعاملات، خاصة بعد قطع العلاقات مع تركيا. وأضاف السماسرة أن أحجام التداول جاءت ضعيفة بسبب تراجع القوى الشرائية وترقب المستثمرين للشارع السياسي في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. سامح الجويني، أنيل. نعود مشاهدينا الكرام إلى محللنا المالي الأستاذ وائل النحاس مرة أخرى. مساء الخير أستاذ وائل مرة أخرى. تراجع جماعي لمؤشرات السوق المصرية اليوم، قراءتك لأداء السوق في جلسات اليوم؟ هو احنا عايزين نتكلم ان بالفعل النهارده البورصه المصريه تقريبا ما حصلش فيها تراجع، بل حصل انزلاق لبعض الاسهم زاد عن اللزوم، وده كان واضح جدا حتى في نسبه المؤشر ال 30 والمؤشر ال 70 من انخفاض، ده نزل 32% وده نزل قرابه 22%، فبالتالي احنا بنتكلم عليه حصل انزلاق لبعض الاسهم وحصل تماسك لبعض الاسهم الاخرى اللي هي لها وزن نسبي او لها تاثير مباشر بالاسهم، فبالتالي شفنا الانزلاق الخفيف او اللون الاحمر الخفيف وغير القاتم في البورصه المصريه النهارده. ايه اسباب هذا الانزلاق كما سميت؟ خلينا نتكلم، احنا بنقول احنا تقريبا من شهر 11 اللي فات احنا بنتكلم تقريبا من حوالي 3 اسابيع كنت اتحدثت قلت ان السوق المصري بالفعل في منطقه عرضيه ما بين 6000 ل 6200 وهيبتدي يشهد ارتفاع لغايه 6350، وفي الفتره الزمنيه دي هيكون السوق ده سوق تصريف، تمام؟ فبالفعل ده كان السبب الرئيسي ان احنا شفنا النهارده احكام تداول نزل 316 مليون بغض النظر عن الاسابيع الماضيه كنا بنشوفها 700 و500 و600 مليون جنيه، فبالفعل ابتدت جزء من الاموال تتسرب او تخرج خارج البورصه المصريه، فادى لانخفاض احجام التداول وادى لانخفاض الاسهم. يعني احنا بنتكلم ان السوق كان طالع او مش كان طالع، بس غفلنا كمحللين سياسيين شيء مهم جدا وانا بعترف فيها دي، ان احنا نسينا ان الشارع المصري السياسيين والماليين الماليين والسياسيين، تمام؟ ان كان هناك تملي بنقول ايه، ان الشارع او النظره السلبيه للشارع ستؤثر بالسلب على البورصه فتزيد من الانحدار او انخفاض المؤشر، تمام؟ نسينا ان في تحدي كبير جدا في شهر 11 ده، ان مصر سائمة ستكون دولة ام لا دولة، تمام؟ فكان في العديد تقريبا في شهر 11 من المواقف الصعبه جدا اللي مصر لازم تثبت فيها انها دوله، من ضمنها المؤشرات بتاعت البورصه، فلازم كان يبقى في تحدي، وده شفناه جدا في الاسهم زاد الوزن النسبي العالي جدا اللي هي درت المؤشر نحو الارتفاع حتى منطقه 6500، بغض النظر في اثناء الارتفاع ده في اسهم انزلقت اكتر من اللازم، يعني في اسهم نزلت عندنا 20% وفي اسهم نزلت 25%، فبالتالي ده كان واضح جدا ان هناك تصريف، ولكن علشان الفينش الاخير للسوق او الشكل العام للسوق يبان ان هناك دوله بالفعل وهناك المؤشرات وان الاحداث التي يمر بها الشارع المصري لا تؤثر مطلقا على الشارع ولا حتى على سيكولوجيه وتفكير المستثمر المصري داخل البورصه، فكان لازم اللون الاخضر ده يعم البورصات المصريه وتبتدي الاعلام الخضراء تهفف على البورصه المصريه ونسمع ان احنا طلعنا لغايه 6500. لما وصلنا لمنطقه 6500 كان في شيء مهم جدا، ابتدى مؤشر مهم جدا في احدى الشركات زي مؤشر هيرمز ابتدى يدي او يعبر ما كنا نتحدث عنه في الماضي من 3 اسابيع ان السوق ظهر فيه قوه بائعه عنيفه جدا فادت الى ضعف السوق في المرحله دي، عشان كده احنا بقالنا في الثلاث جلسات الماضيه بنحاول ان احنا نمتص القوه البائعه بس مش قادرين، وفي مراهنات هل المنطقه 6400 هنقدر ان احنا نحتوي الانخفاض عندها ولا هيبتدي ينزلق بينا المؤشر مره اخرى الى منطقه 6200؟ في المرحله اللي هي 6400 دي لازم نحط عينينا على المنطقه دي كويس جدا لسبب واحد بس، لو قدر المؤشر يصمد عن 6400 من الممكن ان نجتاز 6500 ونوصل ل 6800، ولو ما قدرش لا قدر الله سننزلق الى منطقه 6200 وهنا هتبقى مشكله كبيره جدا، لان لو قصر 6200 هيبقى عكس اتجاه للسوق ونحن لا يعني ما نتمناهوش كمصريين ولا حتى كمحللين، ولكن برضو في غض النظر عن الاحداث ان كان عندي النهارده شيء برضو سلبي كان بيدعونا ان السوق داخل على موجه تسييل، الاحداث بتاعت الولايات المتحده الامريكيه من سقف الدين وانتظارنا في منتصف شهر 11 ماذا سيفعلون في الميزانيه اجل الموضوع ده كله لغايه منتصف شهر 12، فبالتالي انا عندي في شهر 12 عندي مشكلتين، سياسه التحفيز الكامي هل سيكمل ولا مش هيكمل، وفي نفس الوقت هيعملوا ايه في عجز او سقف الدين الامريكي، اتاجل شهر 12، فاحنا علينا قدامنا شهر بنبتدي نروض فيه انفسنا، هل ان احنا هنكمل ونقدر نعدي ولا نقدر ان احنا نجني ارباح؟ زي ما قلنا ان امريكا البورصه الامريكيه البورصات الاوروبيه عملت هاي بالنسبه لها وفي حاجات عملت السيركل هاي، بس انا في مشكله عندي سقف الدين ممكن يتيح بورصات العالم ان امريكا عشان تعالج عجز الدين ما قدامهمش غير طريقين، يا اما هتشن الحرب على سوريا وتمويل من الخليج عشان تعالج في المشكله دي، تمام؟ يا اما السبب الثاني انها تبتدي تسحب جزء من الاموال التي تم ضخها في